يستقبل المعلومات، يعمل على مستوى فصيلة فما أكثر. تتكون الدبابة تي 90 من المدفع. ينظم مركز تدريب لسلاح المدرعات الشهيد مباركية مسعود بالناحية العسكرية الخامسة زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 6 فبراير 2024، وهذا بغرض تجسيد وتعزيز الاتصال الجواري لتقرب أكثر من الجمهور وإطلاعه بكل المستجدات فيما يخص جيشه الوطني الشعبي، وكذا تعزيز الرابطة جيش أمة.